سلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل الشراب اللي شايفينه قدامكم او البود بناء على طلب احد المتابعات. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. هعمله على لونين بالشكل ده علشان يكون ظاهر في التصوير ويكون مفهوم اكتر. إيه كمان، انا هعمله مقاس حريمي كبير، يعني هعمله مقاسي انا، بس انا ما عنديش الرجل الكبير علشان اعلمكم عليها المقاسات، فانا هعلمكم المقاسات تاخدوها ازاي هنا، وبعدين انا هعمله على مقاس كبير. المقاسات اللي انا هحتاجها مقاسات بسيطة جدا. في البداية هحدد طول الموديل اللي انا عايزاه قد ايه، يعني انت عايزه طول الموديل هيوصل لفين بالظبط في الرجل، وهتعلمي بالشكل ده زي ما انا معلمة بالطريقة دي. وبعدين هاخد طول الرجل من فوق بالشكل ده لحد ما اوصل للصبع الكبير بالطريقة دي. ده كده طول الرجل من فوق. بعدين هرجع اخد طول الرجل من تحت بالشكل ده، شايفين، بالطريقة دي. وبرضو كل المقاسات هكتبها، هكتب طول الرجل من فوق وطول الرجل من تحت. بعدين هاخد الرجل او القدم نفسها بالشكل ده، وبعدين هاخد وسع الرجل بالطريقة دي، يعني في المنطقة اللي هي اكبر منطقة في الرجل هاخدها بالشكل ده. المنطقة دي هي اللي بتكون اعرض منطقة في الرجل، هي بتكون الصوابع كلها. فانا هاخد المزورة، هاخد المقاس بالشكل ده بالطريقة دي عند اكبر منطقة في الرجل. هجيب طبقتين من القماش بالشكل ده، القماش السادة ده اللي هيكون القدم، شايفين. دلوقتي انا هقص القدم بالطريقة دي، فانا هجيب قماشتين بالشكل ده. طبعا القماش اللي انتوا عايزينه هتشتغل عليه لو عايزين كله منقوش او كله سادة، بس انا هعمله بالطريقة دي علشان يظهر في التصوير اكتر. القماش هيكون لكرة بالشكل اللي شايفينه ده. انا عندي طول القدم 22 سنتي، هطبقهم بالطريقة دي. ادي ال 22 سنتي، وعندي عرض الرجل 10 سنتي. طبعا 10 سنتي لما اطبق القماش يبقى 5 سنتي نصها. عندي عرض القدم كده 10 سنتي، فانا لما اطبق القماش هيبقى 5 سنتي. هعمل دوران من فوق بالشكل ده ومن تحت بالطريقة دي، وهقص على الخط المدور ده كده القدم. بعدين هجيب طبقتين برضو بالشكل ده، هطبقهم بالطريقة دي برضو. الطبقتين هيكونوا بنفس عرض العشرة سنتي، يعني كل العرض هيكون 10 سنتي، وهطبقهم بالشكل ده. الطول اللي هو الطول اللي من هنا لحد ما اوصل للمنطقة اللي انا عايزة اللي انا محددها علشان اعمل عليها مقاس الشراب. احنا قلنا الطول من هنا لهنا 42 سنتي، يعني المسافة دي انا عندي 42 سنتي في المقاس الكبير. انا اخدت منها 22 سنتي، يبقى الباقي ده 20 سنتي. يبقى المسافة دي من هنا لهنا 20 سنتي عندي انا. طبعا بعدين هجيب الدوران اللي في كعب الرجل وهحطه بالشكل ده، وهعمل عليه دوران الكعب برضه، يعني الاتنين دول هيكونوا في كعب الرجل بالشكل ده. اللي من فوق عايز هظبطه علشان اخلي الباقي ده تانية الشراب. ده كده تانية الشراب. انا عندي العشرين سنتي اخرها اهي، بس دي تانية الشراب اللي انا مخليها كده. اكون عملت الشراب المقاس اللي من تحت بالطريقة دي. هاجي للمقاس اللي من فوق، برضو هجيب اتنين بالشكل ده وهطبقهم. طولها هيكون طول الشراب من فوق كله، الطول الكلي ده. برضو العرض هيكون 10 سنتي في كل المقاسات،
برضو هطبق كل واحدة لوحدها. انا عندي الطول اللي من فوق ده 32 سم، الطول اللي من فوق 32 سم، علشان لو حد حابب يشتغل على المقاسات اللي انا بقول عليها دي، دي مقاسات حريم كبير. ادي ال 32 سم اللي من فوق ده، برضو الزيادة دي هخليها تانية الشراب، يعني مش هقصها، خليها تانية الشراب. بعدين هاجي من تحت هنا، ده اللي هو هيكون من الناحية من قدام بالطريقة دي، هعمله دوران. برضو دوران خفيف زي ما عملته في القدم الشكل ده. هنشوف هنشطب ازاي. بعدين هجيب الرجل من الخلف، ده طول الرجل من الخلف، وهجيب القدم من عند الكعب واحط الدوران على الدوران بالشكل ده واخيطهم مسافة طول 3 سم، يعني بالشكل ده لتحت 3 سم بالطريقة دي. ده شكلهم بعد ما ركبتهم في بعض بالطريقة دي. وادي الناحية التانية برضو انا ركبتها وسرفلتها، عملت لها سرفلة. لو مش متوفر السرفلة مش ضروري على فكرة. بعدين هعمل هجيب الاتنين على بعض بالشكل ده، كان مفروض اعملها وانا بقص بس انا نسيتها خالص. وهعمل شكل الرجل من جوه بالطريقة دي، يعني هعمل دوران خفيف بالشكل ده. كان مفروض اعمله قبل ما اركب يعني وانا بقص. بعدين هجيب الطول اللي من فوق، طول الرجل اللي من فوق بالشكل ده، وهركبهم بالطريقة دي. شايفين عند الدايرة دي هخيط على طول بالطريقة ده، هيتي هتيجي سهلة معايا على فكرة، ما فيهاش اي مشاكل. هخيط بالشكل ده لحد ما اوصل الناحية التانية، وبعدين اعمل سرفلة. بعد ما اعمل سرفلة هتني الشراب. ده شكل الشراب بعد ما تشطب. زي ما شايفين شطبنا الدايرة ازاي، هيبقى بالطريقة دي. شكله جميل جدا ومريح جدا في اللبس على فكرة، زي ما هنشوفه وهنشوفه في اللبس. ده شكل الشراب في اللبس زي ما شايفين، وده شكل الدايرة وكعب والقدم. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.